أصغارنا على حفظ القرآن وكيفية التعامل بالقرآن والموضوعية الموجودة اللي في القرآن وتعليم القرآن الصحيح. مانيش كونتر سا، بالعكس ماذا بيا نكونوا ربيو صغارنا على المبادئ الصحيحة تاع القرآن مش الغالطة. مش فاهم شو المدرسة القرآنية. المدرسة القرآنية احنا كنا صغار كنا في الكتاب، علاش سووا صنع مثلا باش واحد يعمل حاجة خاصة؟ وكيف اللي صاير في الرقاب مثلا هذه تو نورمالمون هذا كان حاجة نية صافي يحطوها في وسط البلاد في سونتر فيل، ما يحطوهاش في 6 كيلومتر بعيد على وسط البلاد. لازم نحط صغير في المدرسة القرآنية، شنو المشكل؟ ما حتى مشكل عادي معناتها، أما شوفوها مدرسة قرآنية دارها معناتها مفعلة قانونيا في الوزارة مش مفعلة. المدرسة القرآنية والحاجة مش بالفلوس، القرآن ما يتباعش، عمل تطوعي صار يكون تحت مراقبة الدولة. مدرسة قرآنية يجب يكون فيها رخصة من الحكومة، فهمت؟ وفاهم راجل متقي ربي ويقري على قاعده، مش هكاكا مدرسة قرآنية يجيب أو يقروا في القرآن. أنا قرآن فما كتاب نقراو فيه قرآن، نعلموا أولادنا القرآن، ما مش نعلموا يعني كيفاش يقولوها تو هذيا تاع اللي يلقاوها في رقاب هكا ولا لا، أنا نسميها انتحار. كل حاجة يتحسب عليها هكا. هذه مش مقبولة. مسألة معناها مش غريبة، يعني كل الغرابة عما يحدث عندنا وعند في المجتمعات العربية الإسلامية، على كل هذا لا يليق بتونس.